مسديت وكي بشي مي لبضكم لبا تاني سدها وهبين جمعة سو قلي سو جمعة وارك ميلو باد دونك جوكتا واري وحمد دي دعطا سمر كاسنا إذن سو قدوية إذن سو داري برامش كين عاو أون دير تكسار دونو عاو سال إيوان كينت كارا تامبا موسو عدي موسو عدي ستي موقف كربتا وكما جين يهي فير قاتون سيقو عدي إن أنا دجال مويان دن كلا أو سمالو هاي إني جرين دجال كاسو إعلامي مالكي أو دجال كاس بلابينا أي حد سعد وعديستها وتكون من مرسيو جرين نواد بحرباء لكن حد وهو عديستي إن وحنا ولدي هذا بأسرقون أنا وده جيسنا قبضوا ما تجك جدي مناصات أي أنت قصدين تعاصر أركي سهل إنه نودي نودي تلك سمالي أكو مارته مروبا او مارتي او قباد كديغني مروبا ولا هينو حاير نبض دو شغو دغال ايو ماغي هدي اس دبليو تي في انينا وحي انت بدن ديرت سار وحي تاي وحيابا دلك اي ددك دباتد كو كنتي نبض غلي دردون او وحا دباتد كو ان ان ددك سوماليت ودن ولاشدو اي قطر اي غليس موسر و عديستاي ان او نبض اي ودن ولاشو منا ورندن كراين اي دد اسري دغن منا او صدرينين لكن او دونايو ديق ديق شعب كسومال او بنيستاي asiyo aan qeyxsan oo aan warba ka taynin balaan dhageysano sida uu qiraar u geeyay ama uu qoracsii dhiga shacabka Soomaali ila daadiyo muuse runtii hadalkiisu hadal shaki uu galiya ma aha waa mid aad arkaysa ah in hadalkiisu yahay min xaris dara dadka Soomaalida oo san tan kale dhigooda noo dash inuu ila daadiyo hal dhintaan in san noolaan ba oo sadanayni kala jacayl balaan dhageysano taga dheendheelayo dagaalku waa soconaya iraad ta ka Soomaalida aad laga saaracdo waa soconaya انتو دورا حقاتو وقتي حقاتو ديق رغا حقاتو خول حقاتو دغالكو سوخري دخل وخرين ما حيد وحان لوغا فيلن انتاس وحي كاغا فيلن با انتاس بل ما تس اسلاماتو علي غرات اسما سدس دخله اسما ديا اورن هالا غوديغا سدس اي رير قاطو ما ايلين با اينا مخيرا موصو عيل كاغا وا اوغي ما انت واد نسوب تاعدي لكن هل كان واحد بيقول أتكلم عليه صح ما شفته
إلى أن يقفك وجودا بيا كاغادنتو أذن كتجين إن شاء الله وكاغادي مدونة مركز ستيج دونتا وركا سنة وركا أنقبنوا موسى مالكي أس أو لفيه س أو عصو مالك أسكسو كتجي بعدي بس إني أسمع والله قام فيك يقول لي أنك صديق بخير إس سي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت بعدي هذا اللي كدي بوحر هواين عن إير إذا كدي بقيه دعوة ينكي لا ساكا إلا هدر أو أي أفرتي شنتي قبل ما تهاي تاريخ دون تهاي سديد يتوان كي مي هلا بكون صدح يلا بعثن مالين خميسة ما أنت قلين كيو هراء أما أرورتي هراء تضمدي وحي كم هدا SNM عدو جاهي أي سدو دي عدد واحد دقال ويرارة أي كسو بلابين لنا عبري مقالة ده مدية كبعدين أو حي كسو بلابين لنا وغويقة لبضا ميلوت ولا بضا دقال حوق لكدعي ونا حوق بدنا لنا بري وأي دون يين إن أي كسو قلان المقالة ده سي أي عيدو دي بين بنت أحيد أي يقول عيدان مقالة ده أما غيبة كبيرة هندي ساعة سووا سوو تقولي واي وحين كلا كل من شاب ينا صبيل بي كلا كل من وحلوه قيستي بباطوين ودمشو إيا داوة عين تباله خسارة عن عدنا كوبي كارين بلو قيستي وحانا لقو علي يميريه أي كسو الدولين إيو كششي بلا قارسي انتا حدان انتا كقود بوطا انتا أساين نغطا بحي ما تكاد عاي حالة دوسايت هاي ان هاد دير او ان شوغننا دقال سعودا اما ماتشيرو يجي نوافق هادين وحان ربعا حال كانين عن كلمة دير كارد احضا شركي اما اوسميي مصبيحي وكهد ليي مانتا وحي ووشاقي حفلة دو ووشاقي ان وحان اران لها أمام الله أنا يحضرون هاي برشدة SSC أول الآن نؤجين إنه يهينين عيل قبح ما أنت روحوا عضا يستي عيل قب كيسي وحوا عضا يستي عيل قبكا وقبو هرتي وحوا عضا يستي عيل قبكا وقبو دارات يكو قبو صومالي وردان وعيل كيدي كلا دعاي برشدة هير SSC وأنو قرنا وأنو و وأنو جد بونا سومالي أتكي وترين يين وأنو جد بونا سدى وحبدا جي سو صعبنا وحيوك تاي إنه علبيل أما أرجوسي دونيو واحد كهش شو عندنا واحد كسين عندنا واحد كسين لكن برشدة كله محوها فرش رصها يوم مضى سومالي ده جي سنة يسه وأنا وحبك كورونا يبان ولا يابنا عدة ومامل كوه جامين أيوه ووه شجعها ويا هاي أو صعبين أي صح ومش هرد بقول ترى سان ولا يابنا حان ولا أنا هاي ورسك غبطة أو مدة صومالية غبطة هلا غبطة أو مدة صومالية موسو عيل كاجوا أوجين وكأواد ما أنت واد نسيب بتاعدي لكن هل كان واحد بيقول أنت جارسة ما شفته وأنا قعد وضع عضي سطحي هنا أضمحوها إلى أني قفك وجودا بيا كاجدين تو هذا كتجين إن شاء الله وكاجدين ما دونا مركز تيجي دونا exactly وهذا كاس عملنا له هالين كانوا أفر بروتكور مركو بلاضي مركو بلاضي عشان بروتكو أدن كي وحان عديني إن أنا موسى إلا أو جب كيسا يدعو عيسى يدبعته كر على مويان إن أنا نبض نوسن كريبين نبض نوسن كبحيني نكي مودة ينبض إني ماشى سكدي لا عيسى وشيس لقلين وأنين رجعنا يا أمنين مصف لوا عاوركي واسكوي مت وركي ماشي بو عاوركي بعدكي وقال جوجي أرتي ذي أغلق الكهرب أي فكرة ستوس ما كان فيش موسى يطلع تلياشيس يكحلان أغلق جودو يهاي أغلق طلعت ميدي وأنا جوجين بالله بدو كإن لا تصير هذا أنا حنيل هاي ما بيجوجان بدو كهذا سرنتوا موسى كحديسو
labada kun iyo labaatan iyo saddex dunida aan ku noolnahay kumaba noolaba waxay marayaan afartan sano koor marka arkay aragtiyooda aqligaabnidooda fikirkooda kooban iyo hadalka hadaladooda oo aan ahaynba dadka markay la warramayaan inay moodaanba inay la warramayaan dad cawaana wax kalena kumaan qiimeyn waxay falalko ay ku dhakacayaan iyo go-aanada iyo hadalada kasoo baxaya ayaa markaan fiisha waxay soo baxday in muuse meel ugu socda ayna jirin dagaal mooyaan wax kaloo garasho kale u leeyayna jirin xabadan waxay tiraahdaa xabaduna bahasha la yidhahdo haddaad ka harweydo ciidaas ka harabto ogaada caawan iga qora mid kale caawa meel ku qorto axmeda yiridhaha ku qora meel ayana in muuse xabadan hadduu ka harwaayo ciidu iska reebi doonto waxaa dhacday allaha unaxariistee inta dhimato soomaaliya nuucee raba ahaadaan ilaahay unaxariistee waxaa jirtay dad badan oo xabad ka harwaay waaya waxaa dhacday nin la yidhah ciidiid ayaa awood hubkii dowladda soomaaliyeed ayuu malicilaa ka helay qabiiladuna saas u ulbax ma ahaynoo haddii la yidhahdo qabiilaha hawiyah runtii markaas ma aysan ahayn dad dagaalada iyo tusaale ahaan qabiilada tunkaway sida xawaadle iyo murasada iyo abgaar iyo qabiilada awoodooda ma aysan awoodood macnaha inta badan aanan rabshado dagaal iyo hub iyo waxyaaba aanan maarata aan kufarkis ama khilaafaad a inta badan lukula hajir ay ahaayeen laakiin dagaalada iyo maxamed saad barle dagaalkiisa habargiriista iyo xaggeeda u jirjira hubka macnaha hubka ayay fahamsanayeen dagaaladii markii la bixiyey hubkii hawiyuhu qabsaday kale habargiriistu intuu timid waxay yidhahdeen waxaanu rabnaa bal inala sii hubka yaa la dagaalaysay markii la yidhi waxay yidhi waxaan la dagaalayna daaradoo weerar nagu soo qaadayo haddee markii horen daarad annagaa dirs la ah hubna siiyo wixii yaraayo heleen oo hubka ah ayay habargidi farta ka saareen hadda taariikhdaas waxaan sheega caawa been ku sheegma dad habargido dhegeysanaya dad murusaa dhegeysanaya dad waxay dhegeysanaya maa soomaali nuucay raba ahaada hubkii waa farta laga saaray hubkii markii farta laga saaray waxaa dhacday inay hubkii ayagii dib ulso ugu weereen ayagii ileen boqol nin oo hubaysan waxay ka awood badayin toban kun oon hubaysnayn beelihii aan hubaysnayn waxay bilaawday marka in beelihii kadib waagi u bariyay ay yiraahdiyaan hub qaar iyaga ka iibsadaan iyo qaar meelo kale ka doonaan hubkii uu helay maxamed ciidid uu helay waa tii ilaa uu xuduudka soomaaliya uu ka tegey oo uu ka tegey meeshii la lahaa maxaa la yidhahda mandheera uu tegey gaalkacyana uu weerar ku qaaday intii soomaaliya u dhexeeyeysay waa tuu saas u baabiinaya galaal allah unaxariiste caawa ku dambaama ilaahayga markaati afkiisa waxaan khudbad ka jeedinaya raadi muqdisho raadi cali mahdi raadi oran jiray oo anig markaas aan ka shaqaynaya ayaa raadiya cali mahdi ayaan wareysa aan ka qabanaya waxaa ku jiray hadaladiisa bahasha la yidhah carcarsaayadu yidhi hadda meel bay u cararta afarta bahjo marka dambena godkii ku dhimataa wuxuu yihi ciidiid waxa waalaya waa hubkaanu hubkaan uu gacanta ku hayo hawiyaha kale uusan gacanta ku dhigin ayaa waalayo dadkana kama awood badnee laakiin hubkaanu qiyaamo ku helay hubkaanu afarta bahjo la aadayo oo marba meel ku weerarayo marka dambena wuxuu ku dhiman doonaa garaashka uu duulo aan ka qaado wallaahi hadalkii galaal waa rumiyo wallaahi hadalkii galaal oo billaahi oo tallaahi maalinkaas cabdalla nuuruddiin ay la qabanaya barnaamijkaas maalinkaas ayaa waxaa dhacday ilaahay ibn kusho haddana waa la heli doonaa cajaladas haddii la raaso galaal waraysigaas uu bixiyey waxaa laga yaabaa in raadi calmahad waxaa hadda haya raadiyaas raadi banaadira la yidhahda maleena muqdisho ka shaqeeya magacaa laga bedelay haddii cajaladaha dib loo noqdo waa laga heli doonaa kolleyto qol uu degeena cabdalla nuuruddiin ayuu ku ooli jiray cajaladaas sa ooli jirtay galaal hadalkiisa wuxuu yidhi caydid wuxuu yihi si carcarsaayada hadda meel suugu cararay ayuu godkaas ku dhiman doonaa waa dhacday godkii ayuu ku dhintay garaashka agtiisa ku dhintay asigoo marba meel inta ku duul ilaan hubkii ayaa waalaya adiguba isgaro caawa haddii hub lagu dhiibo cirka ismaraysa cirkaad ismaraysa marka hub ninkii qaaday waxaa marka asigoo caawa waalaya hubkaa qashinka duqoobay ayaa waalaya iyo weligiis dagaal asoona gelin dad baa waxaa lagu sheekayaa dagaal baynu galnay war dagaal ma aadan gelina snma xuduudka soomaaliya ay ka shee jirtay maxamed saab ibrahim markuu baxay la soo geliyey markay soo galeen dadkii soomaalida ku qamaameen meel deegaanka degana inta weerar hubkii maxamed saad baro ka tegana maarata cumar carse qaarib ayaa sababtee iska lahaa hubkiibay maanta dad ku baabi'inayaan oo maarata asiguba ah hub dhintay oo baaba'ay marka waxaan caawa idin sheegaya caawa raba inaan taarikh qor waxaan sheegna anagoo s w t v waxaan ahay taarikhdan qorna taarikhdan sheegna mar walbana dhibbaanaha nula jirnaa caawa waxaan hubaa aniga oon caawa aan xaqiijina in muuse madaxtooyada ee xabad ugu soo geli doonto iga qoraan ku dhaan ama s s c ha kasoo geliso ama ummad kale ha kasoo geliso maxaa waaye ilaahay maarata dulmiga ma jecla
ومدى مساكين تنتهي دولا نوصو قاد لبابي لبابي لبركعية لباتي إن إلهي أدادية جزء كويرس هتكون غريسو إمارت إيشيك أول مرفع عاد كويرس نيفر دريم نيفر دريم لكي دا تاسا ريب ريال كور يوري حقيقو ها إنا ددمي دونتو إمارت جواب إنتي ددمي دونتو صوت دادا إمارت صور ستاو هالكاس هو هردعين برامج كيني يفرقيتين مركوري بالمركة محاربة كقب جلاش برامج إن شاء الله قد خسي بالكو قب جلوري صاحب هلا ما قاعد لك جوت أذيع ما صن محمد أنا حمر كان سواي محمد أنا برنك من صحت برادة نيو موسو هدو عدشتي هدي كلبا ربا هذي وأقول عادي وأنا كل عضو أنت ما أنت أود مسيه تولس مكابا لك قبصدي marka muuse waa nin maaratay waxa la yiri nin daad qaaday xumbo cuskay inuu calaacalo oo qeyliyo oo meelaha ka hadlo tabartii baa la dhaaf waysay meeshan waxaad moodaa dagaalka infantry oo dhulka in lagu kala adkaaday oo nimankan SSC ay ku gacansareeyaan in dhulka ma garatay waa gartay marka hadii dhulka lagu kala adkaaday oo wiilashii uu infantry soo giliyay cagta la mariyay oo 2000 iyo ka badan ay dhinteen oo qabuurihii ay buuxsameen oo burcay hargeysa oo inta isdhex yaacayso inuu marka meelaha ka qaqayliyo oo uu cabaado oo mar dawladda dhexe oo federaalku la hadlo mar uu Djibouti la hadlo waa ku qasban yahay laakiin waxaad moodaa asaga madaxweynadaas koro oo waag hore magaalada aad ugu dumiyad moodaa oo in la arkay laakiin ninka dagaalka dhulka ah oo iska horimaadka ah oo gacansaarka ah waxaad moodaa in lagu gacansaaray meed badan uu ka dhacay marka waxaan dhigi karaa marka muuse nin daad qaaday waxa uu isku way waxa uu la joogay inuu ha yaraatay mal inuu is soo dhiibo abdullahi hadii ciidan ahaan uu jabay hadduu dhaqaale ahaan uu jabay hadii siyaasad ahaan uu jabay intaba waxa aad intaas baan uu jabay awan uu qasay way waxa uu u jeclaa oo inta badan darbiyada ku qari jiro lahaa nabad baan dunida inuu san nabad dunida u cadahay waxa laga maxaa SSC hadda waajib ku ah oo ayaga laga rabaa maadaama muuse ay ergadii xataa u fadhiday uuna dhowrin oo xataa ergadii wili inay joogtaan jeclaan een dadba waxa filay muuse nabad buu laga keen doona marka caawa maxaa SSC ama dadka maanta oo leenaa midnimada Soomaaliya ama astaanta midnimada Soomaaliya caawa maxay ka talagalayaan inta sarra waxay ka talagalayaan dinimkan go'aankooda waa cad yahay haddana buuq badan ba ma jiro ninkan hadduu hadlayna di Hargeysa iyo xaafadihiisa iyo xaafada maartay ee qatrada ahir iyo xaafada Maxamed Muugaha iska dhex socdo nimankan dee deegaankooda inay qabsadaan oo ilaa ciidanba ay yimaadaan yaa ka go'an haddii ciidanba ay qabsadaan tagaana waa maartay oo calankoodii waa meel walba uga taagan ee dawladda iyo beesha caalamkani ay qoonsato bay suugayaan ee ninkan burcadiisa iyo meelahiisa uu iska joogayaa cid hadda dawladan ku sii amalahan dawladda Soomaaliyeed baa ku duulin cid kale ku duuleen nimankii la rabeen inay gacan saaraan way gacan saareen marka muuse ha iska qeyliyo meelahiis wax dhibaato kuma jiro nimankan howlgalkooda uu soconayaa maanta waxay qabsadeen tuulada Makab oog baa ku xigto kadibna waa ciinabo ciinabo haday tagaan halkaas ay border ka dhiganayaan laftooda ma sii dhaafayaan may goojacad wax yar oo goojacad nimanka ku jira waa niman go'doonsan waa laakiin waxa laga hadlayaa waa wal daba maray nimanka dagaalka waa tuulada Makab ee soo maray iyo meelaha soo maray iyo lama arkaa iimeel dhaawacyada geysan la meelay dhaawac geystaan meelu shaad u soo mara midna ma arkayaan saas ay tahayna inta yarto meesha ku jirtana hadii lagu qararamsadana hadda lama beensanayo oo maaratay in xeelado kale loo diyaariyaan xitaa maqleynay laakiin nimankan waa la soo dhaafay hadda jidkii dheeraa oo og ilaa iyo are cadeeyay halkaas la soo aaday wadada dheereed oo burca soo aaday saalisa soo qaaday hadii waa halkaas ay sii maraysa nin ku jiro oo meel difaac ugu jiro oo go'doonsan oo raashin oo meesha ugu jira leh ha marka nimanka ka wablaysa dhaafay baa nimanka hada qaabka lala ciyaaray marka ay qaab maartii oo cajiib ah waayo wadadii gurmadku u mar lahaa oo dhan waa la xiray oo tuulada Makab iyo jidkii dheera oo dhan waa la qabsaday wax dhaawac iyo wax gudbay ma lahan marka waxa soo dhan marka aad eegto waxaad moodaa nimankan jab xoog leh inuu gaaray marka had midnimo iyo midna iyo muuse iyo jiritaankiisa midna lagama hadlayo waxaad moodaa wax walba inay gabagabo iska yihiinba oo maarta meesha in lagu kala adkaado lagu kala xoog bannaan garta Allaah ciise marka aad leedahay ama muuse yiraado nabad ma rabo ama uusan dhihine waxa waa wax looga baahan yahay iyo wax maarta ku xiranba ma jiraano si hawshi meesha rabay martay
خامي والو كلا بحي روح حد اللي حادين اي واحد جيل مالهان وحي الاسكيد اللي كان والاسكيد لي والاسكو او تشاكتي وحي وحي الدفاع الاسكوار ونكر والاسكوار وليي ما انت واد نسيو بتاعدي ان كان اوديغا اه او هذا مقع عيسا تشيغي سينا انتو الدقال قرين كلا واد دقال قليي او ويليش هبار جعل اي متقانا اي هبار اول وحبا موسى الرئيبين كل قبروه كدري لمن كهلينا وان من قلنا مكعر ادوك لين قلنا مكعر ادوك بس لمن قلنا مكعر او دقالك ادو يقانا oo sadan sanad uu qaadanayay oo hadana nimankii daraawishta ahaa oo Siid Maxamed la dagaalamay jiray ahaa yani nimanka helay way geerida ku qaraasan niman geerida ku qaraasan waa kuma qaraasan waxa dhacaya kuma qaraasan ha ku qaraasan oo deegaankooda difaacanayay oo dadkooda difaacanayay oo sharafkooda difaacanayay helay marka dharbaaxdiisa waxa keenay ya xasuuq taas meesh ma ka xasuuq ka dhacay kara ma garad oo aadal xasuuq هذه أنا أبغى أدور ما ستة وكان أنت قال أنا لقى صاحبي حكت أن لو ذكرت الله كله صاحب أنا كمان عندنا قول إيش صاحب هذا من الله صاحب ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد ستة ها سارة وروقة بالرمش هذا ما حسن ما حد سلا ذا عاوة موسى هذا الكويري ما حاك هذا بحي ما حاسر هذا قاتم كوا جمر بعض وعد إعلامي إنه ما دخل جوجيني إلا نك أسكير قدام بكل هذا سدوا شيء أحمد وهرت حالي قردر قرب هيستا واي موسى قرب هيستا يا بنت سومالي وحالي رنما روش يقن بينا وكيتسان نينك موسى قرب وكوحل بو وعو هيستا دولة دي سومالي نعيس جرتو هيستا جبوتيو إن عيد جرتو وحان غير قاط ما إن لغو باب إيا أميشان لغو بتبترو عالوغو تلقلم مركا والعالو إلهي يقبان الدنيا دي سارو عيدا أهان إيه قود أهان إيه مسكع إيه لما يلب بضن بحداد في رسول أيها كوك عن سارة ديان كودي كعان توقفسين وحامو غطا إني سياسة أهان وكوك عن سريان وحامو غطا إني عيدا أهان وكوك عن سريان وحامو غطا إني لغار أهان وكوك عن سريان قوشو أي إقتالة ومو غطا لوجدا ديان كودي كعان توقو هيان مركا إني أيوها دتالة أي هيان كوك عن كيودي سياسة كيان أحمد تات معها أحمد دت كان وحاولي دت كعبدا يبي كعبدا بواقو قابا نين كان أنت صومارة هب وهستا أنت صقرب وهستا أنت جبوتي أنا عبدا صومالي أنا كوحينسو نين كان قرب بدن وهستا ما أنت هدي أدي رضي لها وهي جوك وقدمتها وحق الظلم أدونك دويريه من أعفي لها أو حكا قبل لها أنا أرجي اللي قلت سميه ما كوحان الحواية سبارة لو دكتي وريقاتم سبارة لو دكتوا لكن سبارة لا تمستحن دونتا إلهي حقي سيك بربريسا حسن ما أنت خلقي أود أو هستو وما أنتو يعني أكتهدلويا لكن ما أنا الحجر دونتو حسن أود هنسنين قلن أو سهنسنين يا أو أيضاً أود هسن دونان حجر دونتو لكن أنت أنت لقى جارة يعني يا وا نبكى مرة أنا شعب الصومالي أنا وا ولا خير سنينا بقرته رالك منهن دلهم كل جوس مينا رالك منهن ما فهمت لكن إلهي وين واحد كحق أسرة وحن أنا قبيلة رز وزارة حمسة حمسة أما ماش كموقع أما كمقنو أما ماش كموقع أما كمقنو وحواي هيلف كاجا ما لو إنسين ماش كموقع أما كمقنو مدي هذا لبعضك أو إيرسمال إبراهيمسمال ده أنا ما أنت إيرسمال أما نجح ويا أنا رالي كهن إنا ما أنت ما عرفت رقعة من بيو أنا رالي كهن أو أنا ويا أنا رالي كهن ما هو حواي حسن والدين هو لا هو كأم مصنع مين هو مصنع أنت أو شنو خيالنا يعني وهي لا مسكين دونوا dunya dawara naftigaasne nugu soo noqon doona goor nugu soo noqdo anagu nugu soo noqona anaga dhaxdeena nugu soo noqonaaya ila sanle qala isk ama sita sar ala ka macna ala ka macna ala ka macna sar halo salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh tabti saahibki ahmed aqtar abi saahib magacaad halka joogto adoo maasan عبد القادر محمد حسن وقصوع اي حمر حافظ حريالي ما شاء الله عبد القادر برنامجك على صوت من انا محي معي كل التهي عبد انه موسى عبد يستي ان شعب الصومالي وصل حبد كجوجينين الا نيكو دنباي او هيو اسيغو ماركاس دي دد ديغانك ساس او مار ديباتا او غيد مرسي انه ما تهدنا سعاده وافي او شيغو ايدو رجل لا قبل حبد يستاكتو
محايسة لبتي ذر هالقاطمة إذا كان من نمط الصومال جعل محالة قربة إنا يقول لبتي ذي وقادة نبرا دموس عديستين ويرادو إلا أنك قدام بي أولا إذن أنا جوي كجوي كجوي محاكا 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 ذكر محاسس لها ذي والله قربة قدلوا أحمد أنا قدبتي بالحوير المصبحي وان رجيست ما فهمتي وحالا مدحبينا سومالي أنا مركلت عن وقوهم بلينا ستيري طبان كمي أسيقا وقوهم بلينا واقرت ها مكالمات أحمد ولا لورتي سيدا طب وقفك فكر كيسا أدهوري ما لقيسو من نص مالي كسور جدا داتا دينين دات كسوان إن لقود التجعل وحسوغ دا كسوان عبيقا وحما حاناقين حاناقين خفك فكر كيسا كن لقيسو إن لا حسوغ ما جعشا ماي أحمد صحابه ولا لو ولا لو روتي روح نقو أركي قفك كافيك تقول حلطة قالب لقيسو إن إله هذا شايف إعلام الكوري سبحانك وكيدينا dadka soomaaliyeed inaad ku digato xasuuqooda oo muusana yiraahdo xasuuqa miyad ku farxsantaa adoo muwaadin soomaaliyeed idigeysa ahmed ahmed ee magaalada abdullahi waxa uu magaalada ka tookaa fikirtu yahay digeyso adaas khalla amuyan idku digeysan samaha fadlan su'aashas aan ku ku dhahay qofka dadka soomaaliyeed in laayo miyad ku digeynaysaa raali ka tahay bay ana mashaa subaxa aan sanahay mashaa qofka dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed muuse in dadka soomaaliyeed la isku laayo raba dadka soomaaliyeed la yina dad dhalinyaro isku laayna ma inuu isku laayo dagaalkaas wada ku qarsata mid xamar waayay bal idigees aan kaga jawaabey ha may leedo labadood ikka shak mid barto jaranjada mid fuul horta ina soomaaliyeed adiga 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 afka hay kirin fikirkiiga adiga soo bandhiga afka adiga adiga hay kirin adiga in dadka soomaaliyeed xasuuqo miyad raali ku tahay sida muuse uu cadeystay dadkaas Soomaali ila sheegana mar waa dad la marhaabi waa nid dad dhintay waa dad maarta baba waa haasu dad Soomaali ila sheegana ka war halo salaam aleikum wa aleikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhaw SWTV Soomaali wadan TV hodo hodo waxaan rajaynayaa inaad Soomaali ma hodo may wa ingiriiska ingiriis hodo ibraahim ma soo taa ha wala socda horo galba hodo barka Okay, horta waad mahadsantahay dadweynaha iyo daawanaya dhageysayaashaba wa salaamaya. Waxaan u maleynayaa barnaamijka laga hadlaya maanta waa Muuse Biixi iyo wuxuu uu ka wado gobolka Sool. Horta Axmed oo gabadh hore waxay tiri iyo horeys hadda nimaan run sheegay baan buu sheegaa. Waxa weyn horta dadkan SSC leeyahay horta lama qabsan Ingiriisan dhul uma xariiqin. Waxa weeyaan markii laga adkaaday oo la bamgareeyay horta ayaa dhulkan maartay ayaa gumaysu u sheegay ma ahaane horta anagu heshiis laba nafsi xan oo dad heshiis la sii xadmaan aan ahayn ma fahmtay qofkuna hadduu taariikhdiisa wax weeyaan problemku anigu taariikhdaad maanta leedahay ka axmed ahaan inaan kugu faani karo weeyaan moogtahay maaha inaan dhahdo axmed taariikhdiisa anigu sheegi maayo moogtahay cunsuriyadu waxay ka gaadhay reerka dariska leeyahay waxay ka gaadhay meesha ugu xumayd bay ka gaadhay hadda ay maraysaa sax adduunkana saa waxa weeyaan layskuma jujuubi karo qofna qof ma jujuubi karo walaalnima isku leenahay laakiin laysma jujuubi karo qarankii waxaad ka diiday eed ka dagaalantay ee aad ilaa iyo maanta aad leedahay hebel baay dilay hebel baay wardadku waa isdilaa koonfur dagaalkii koonfur ka dhacay waqooyi kama dhicin wax hadalayna arki maysid wax hadalhayna arki maysid cuqadaas ku jirto ma fahmaysa butlan waxay ahayd dadkii baraagaha laga maxaytay laga bangarinay ee gabdhahooda la leenay ee la kufsanay bay ahayd dadkii ku jiray wax hadalay arki maysid qofna dhiiggiisu biyo qofna dhiiggiisu bubada u soo noqonayna bubadu caawa waxay u cadeysay in xasan muuse dadka soomaaliyeed intuu waasiga nafti ku jirto kursigaasna u fadhiyay dadka soomaaliyeed inuu isku dhameyn doono ماي موسى أحمد موسى هو عدايستي موقفك هو عدايستي لكن وحو إلا وسيهي خير خاتمه
بقول سنة أضمن ها ها تهرت أنا غير هير جبوتي هوب كان حاجة اللي جسوا قلينيو أيام ما أنت هاي والله هير كاسميل بان صارينا أنا إتكلم بقول له يدنين أنا كاسميل صارينا أبا هوب أحمد فهم إيش وان وان ديار بان إنه هنا نمر صار قلبي يا أختر هذو بقولت جديد وتهذو بقولكم جديد وتحقي ما مثلاً قفكو وحريت دجالك قفت حريت دجالك يا مرة بقوليست قفت حق قصع بقوليست مرك هدي هو كي محمد سيد برا دم عادي ولا هذا يميت عصب ضو كيس ضو مرة صور لما ديك الجوش وعود ما يساني كمرة بديان كيس كلا ضرب حق كنت قالمه جوش وعود ما يس أنت سل بهنية أنت سل بهنية أنت سل له بهرت وهذا هذا هلا جاري أوك تجا واديدين وحويان absolutely أنا جا وما ضررنا إنه وما تشحن شحينه والله هدا يكون نجا قد ما نسوا كن إن أنا سويت هنن قبل يوي إن أنا ضررنا وإن أنا وين الجلية رنين ونستعلننا ونستعلننا مال أنا جا مصبي حمال أنا جا صارين هاي فرنتا ونصارين هالرقة تبع ودرم هاي تمرك فرنتا هالرقة تم فرنتا فرنتا هالرقة تم فرنتا صدر سما هالرقة تبي تك سما نبض نبض هيجا سجنا FK ها نبض هيجا سجنا وأنت شكرا شل كان سلمان قال بهذا اللي يقول على نبض بندونية سلمان قال شل يقول على نبض بندونية يجي بقى لحظة يبا حتى أنا صار مصر ووجي رن ضبع تبغى كود ولا هبل أرمى نبض درتاي ورجس هسق لكن عاو عرمنا إن هالمبدأ ذاك سما سكوي ما دانا طاي نكمل نبض ميقانه نبضنا وما دانه أسقى من أدي هذا سكول فهمنا وحويان وحويان أذ بعض ما ستة ولا لا وجه ساكل الله كوسر أنا عز بقوله ما شاء الله الله يسلم سلام أنا سمعت ما عز دبليو تي في سمعوا دين تي في وأربعين تا سمعوا دين تي في وأنا وبرتان فرقت أرمان سياسة فرقت أرمان برشل أو برامج كيونو ديرت سريعي إن شاء الله صار أركي سامبا برامج كيونو ديرت ديرت برامج كيونو صار أركي سامبا ديرت ده حم صارنا هذا الذي ما تكسر بحي موسى يو وحي أوكيري كاس أوها إن أوسن نود حقي دي وديار أسر واحد مهبيرة توح نود بيجادو ديار واحد ورمك أنا خيب قلاش قف إن شاء الله أنا وصل الشيخ أحمد عاو حدا هذا دقيقة والله وقف عمي السلام عليكم فايز عليكم السلام ورحمة الله تعالى أنت بدأ برنامج الحتار كان مقطع مقطع برنامج الحتار الحتار قطع صوها صدم سكر صدم دقوس على مرك صدم هذا اللي ذا كسر لو قبضي محاكاة بحي محاصر لجر محيس فرنت ادرت قبض داس وموس دري هرقاتو محيك قادن كلام أما ذاك الصومالي من نبض الصومالي هو قل لي وامرك أرت أحمد وما صنت هاي هل جن كين واقول يستأ الحمد لله رب العالمين ما أنت هدو قد كين وكجر صالو لأن أنت بنت لقى قبصي محاوت رقول إن شاء الله حقا قول يسنايا دول مجوا تجايا ما أنت موسى سقو أين أيوة وماشى صوصف تعيالك تيك توك يوتيوبر الذي بيحكى سو أروري بور مي وقوي هذا بيحو قارتسينا حقيقة ده أجا أي شيء أو عند عياد هين بيحى ماشى سعودي أفرت بلاد أو ماشى أنا كجيران عيالك تيك توك يوتيوبر كأ يكوي بيرلي ده ها وده أي قارديا مركى قارديين أو هم بيسكو عليه وليه ما يركى أو شيخ حتى أو مركى ماشى بيحكى هاي مجرتو موسى wuxuu yiri dagaalka waa wadaayaa wuxuu yiri doorasho ma qabanaayo wuxuu yiri adduunweynaha kama baqaayo wuxuu yiri qofkii maanta adduunweynaha u dacwooda oo wadankiisa aamini waayeen isaga u taalaabo marka halkaas waxaan ka fahmayna in aan oo godon siyaasadeed ay gelisay arimaha siyaasada sool oo godon siyaasadeed ka ku war taasina isaga dunida kala furtay haye la dagaalka mid waa taas macnaha okay qolada doorashada ana wuxuu u sheegay in adduweyna ay soo faragelin karin shaqana ay ku lahayn wadankoodana ay iimaansadaan intaas horta uu sheegay mid labaad gabdhaha ee Hargeysa ka ooynayay maanta oo baroranayay waxay u baroranayeen nooqa qabta ee dadka degan sool oo Soomaalida ah aan gumaysane ilaa gabdhaas wax ka maqan ma jirin maanta baroranayaa arkayna waxay u baroranayeen gabdhaha Soomaaliyeed oo sool iyo sanaag degan muuso noqo qabo aan ku kor aan ma arta aan gumaysane dad raba 2023 inay dad gumaystaan ta kale ahmed waxaan aad ugu xumahay ina waqti badan ku bixinay dad waalwaalan anigu waxaan u maleen jir isaga kaliya inuu waalan yahay laakiin hadda waxa arkay dad badan dadka 190 dadka meesha ka soo jeeda dad wada waalwaalan inay yihiin maxay ilaadeen miir qaban wa isqaban lahaay dad aqli leh ahaan lahaay maanta saa arkay uumay baroorteen aan dad gumaysano
ساكا مركي قبضة برورني سي قبضة لاس عاني جوكتا حفظ لغو صوب بالله ما فهمتي مركو هرتو واساس ميت اللبات ان ودمانا ما هاني او وكوبا بايا او قبضة بضانا ويلشوه وجي جيفانا كاقد منا ما هاني والا واي قبيل قبيل صومالي قمي استهورا لوسو واي ان تربيت الكلاء وحا آدو قحوما هاي ان مركو اوغاذي ميتك نينكي ارقيق اللغو مغا عاباياي إلا جبيي أو لبابيي أو دور بلاد أو مغا عاونا إنو قلبت قدبت شجيدي ميدك هبا القولي إلا دهاي أو كلمات دي أو رزل وزارها كو حالي أوكالي يعني لدوغينا والدوغي يعني لدعرون إنو يرمان ترى يعني فرينت ودراي كيس 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 معك أبع فايسا فرينت أصيق لفتي ودراي ممو دا فرين كابيس موسلفتي مثلا معمد موسلفتي كالي ماي ماي موسلتكم معها موسلتكم معها شلي ولا على مركي سرق ذا أي جريه رئيس سي كأكادين حسن شيخ محمد أرجو أطير عضيال ساعات أنا مركو أقعد إلا جبيي أو لبابيي أرجو يجي ويرى هذا ها وكيف صار لي هذا مركا أنا هوا إيه باش لين عباطي ومر ميزك ماشو باطي وص أوكي أنا ذكرك في إيش كنا غنا هدي هدا مقطع إن إذا هلو جبيي إن إذا هلو جبيي نمك لا سن أنت هدي لو جبي سياسهان لو جبي او سياسهان لو غوريستي هدي ان ايشي ما كان غراسي ما تقالهان لو جبي حدا انو اسغا انت يريد او دنيرده ايد سومااليد انو اسكو بابيو وسو فرحيتو لي نبات دوني ما الا ويك او دمي او كولدو ما تاي اني ددك رير او كسو جيده اي ددكود ابباديان او دنيرودو اي كم باستان موسو او بتغي يا عروتا انت دمت اني عيميان سو اغلي اسليدا عيد وكو دلان كرا لان ددكو بوقت اسكو اغلي باهين مايا ما كو دلان كرو مخا يلا حدو كو دلانايو دول ايسن لهين يا دداي لهين افر بلود حبت كل ما جرتين اسماعيل عمر جيلانا بين وشيغايو او دحايو حدودا سو خريسا اسقو لبد عيلو شيدال كرادينايو ماركي لغا ادكادنا اسماعيل دولتينا فدرالكو امر سو تينايا ولا يا سرقة كجيرانا كبحية. مركا هذا ماشي كل يوم مصبح وكنول هاي مقدشة واي فدرالك. هذا مقدشة فدرالك أف أف أفهيلة مقرخ أفهيلة قريمة ما أنت حدود هنا لو قولستي سياسان لو قولستي تقالها لو قولستي أنت وضعت الدكتي بالبروي حرمتي وبغلك ما أنت عشان واي لو مسي ما أنت ما عميش إلهي هدي أنت صوتا سكوتي بعدين. dagaal jabhad ama qabiil intee uu kuligi wadi kara maadaama hadda aan ognahay in reer qaatumo dadka Soomaalida dhan ay weelayeen dagaalkaan uu sanahay dagaal qaatumo kii lagu baabeenaa Soomaali jirteenkeeda lagu la dagaalamay dagaalkaan Soomaali diid iyo Soomaali door ee tahdi si kale loo fasiro sawirkaas uu soo baxay Soomaali inta kale yaab badan marka Soomaali isaa qiyaab badan allee damba afku balbalaari ahmedo Soomaali isaa Soomaali yaab badan لنا أول بنا سومالي وأوقات كاتي ده كدي بده كده قال لهم أيها القبيل كلية ما هدارون ما هرتين ما دني يرد سومالي هذا دن بعد بده قلن كلا ده قال لهم إيش هو عتق ده قال لهم أيه أوربا مني ماذا سومالية لكن هدي بده ولد يعني فدرال كأهي أو كتاب كجامعة مني ماذا سومالي أمرتي هدي بهربتك لجوين تسومالي أرنت أسمح كلين وقيام قروي لكن أمي ما هو بس أولي دون حيمان دون كعذون شعب ضد دجا إيمان دون صار جينا waan taartida bulshada Soomaaliyeed ee degsirini inta badan dad Soomaalidu rabo waa dad yar oo caata oo caad qaatiyara inta saasa oo sharciga la rabo in gacan bir loo qoto ee taasina waxa dhiri giriyay talaabo la'aanta ay ka qaadayaan dawladda federaalka balse mid mid ogaanisa maamul goboleed Soomaaliya laga diiday in dawladdu ay sidii kirin ma ogtahay maamul goboleed calaamadooda loo gulee Soomaaliland loo lamid tahay maamul goboleed disirka loo eego maya maya calanka 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 maba ka hadlay ahmed waxaan ka hadlayaa ergey nin loo magacaabay oo inta aamusna inuu galabta markii la jabiyay muuse biixi uu hadlo maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya inay tahay macnaheedu wallahi haway horta runtii ari aad iska ma xisaan gardarra garab og laakiin waxaan dareemi kara in hadda uu maskax ciid ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan ba ay rar اس مارتا قولان دولان سو قاد اي كو بربرين حدان اي ويلش سومالي اي دب سار ربان انتا سار او انوعد او انتا لما اي سورة مستير الدورة لكن مارك احمد وحيار وقتيا عددك كلاس ماي وحياران ربا اينا وحياران ولالو اينا عددك سومالي او شيغا يعني ها اما لينينا سومالي اي قروب كحسن شيخ محمود اي اي اسسي عليهي
ما لا أها قف والبو صومالي أو وناق ربيع عليه قف والبو صومالي أو حق رادنا يعليه وحا واي هدي حق صومالي أو إماده أو صومالي النبذي كدعه وحا إمانا وحا قرد صومالي وحقفتا مركا مرة بان إن صومالي النبذي نكدعه صومالي إن وحقفسته مر والبدين ديابية صومالي ماش أفضي إلهي بان وقد دعوان إن إلهي نحن نقفته أمين الله أدي الله ما ستة قرص أبا نعم هذا كلام هلا وقت القائل من القائل أيوة لا هذا كلام هلا بل مركّل وحكون قرنا قبضي ما أنت وعن ذي كر قبض شعب كصوماليات قعد يشكي غبته شكي وكبح وعصار جيل ميرضى الصومال الميرة شغام بوسي حواين بشي قدم بيسي وحوسي حواين وح شغام راد كي أوياشود كي أبياشود أو أه منهن تدوسهم قرود تقال لوسهم قرود تقعد الليل يو تقال هو صعوني إيران تاكل سومالي لعنة لقى سعر عده وص براو دقال كوا صعونا لكن دقالك ما حد كيل دونتا ما واحد كيل دونتا إنا درجة كلش ما واحد كيل دونتا إنا الشعب كصومال ولا صومال أسكولا ينسى دقال كاس على هي وميل عدوك بعيد إن شاء الله صعوني أنت دورها قاتو وقتها قاتو دي قرقها قاتو أول هقط وأن قد دونا متك وقدم بينك وأسي وذاك كسكسو قبل دونه وهذا يقول كم نصبح إن شاء الله وين بعدهن تا تعرض عن قردهن تا تطلع خمسة على داخل وحرين ما حيد أنا يرد الصومال الميري شو عم بوسح هو بشي قدم براو أنا هير دور جاتين هلا والسلام عليكم السلام كيفها هير سر وسويا ستوصل بيتا برمشك مريخ ما تشوف واقف وموسى دور يا بياس المعول بحضارها في الطاقة أبينا بربراء نحس موتور دي كسب أبيها قرأت كنا طرف موفو شنا مقرأ واقف مقرأ تاريخ رأسي قصي أباهاني موسى أبي يو غير إسسي أبوه دي كتبه يوتوك واقف لكن غبدي ما انت غبدي ما انت سو غبدي غير غبدي ما انت غبا قد اون قبش لها غبدي ما انت غبدي الدولة الصومالية او كحي السئذات وانا غبدي رئيس الوزارة هو سنشيد موسو ماشا قبو مرتوير محا فتا وامان فتصوك موسى امان كيف سوكي مركا هذا الكاس أمام كسوق أيا أيا أو كل رد يروح عدد استوى سوا لكن يروح عدد استوى سوا قفت مو مو في يروح عدد استوى سوا حلو سلو يما ما لا ما موسى موسى ما يوالا سبحانك عدد موسى هذا لا هذا قارب كجبني يوم وهذا حصل يوم دولة ما يحبوك كجبني ما وقت هاي ورعت أطول يقول خلاص ما أنت هلا نأوفي إذا وزارة موسى بدأ يسوم لنجويتش والله أنا محمد أوجو مدشر محمد وبرنامج ولا ستعملنا ماذا حمين موسى بحمية أو موسى وطيء وقبي قبدي سي قبض أو أنا ده سارين وتقال ويك إلا ويك قدام بي وكب حمش وأنا ودي أول معك محمد محك يا محمد أنا أفضل إني أضيع وويلة سيدات تنجر إنه دار قبعة هذا اللي في عيني وأنت وحلاقه مع ذوق. لكن موقف نبى أو نبى شك قبوا على اللي أرمو نبى لا يكين كنا. مركب كين نبى كنت شرعي نبى السوق وسما. كل إني أضيع سيدات تنجر هو دار قبعة هذا اللي في عيني من أضيع وحال ربع حتى إنه
هذا دو سياسي أو حال ربعنا يروح حاجة دجال كاس أو كل الله أريه أو قبوجينا دجال كقبوجينا كل الله ربع ما نلو وحسيفه قبل ما ربعنا هذا هو تبع حماه نسياسي ما رجع كل الله وأرجع وفق أو نن سياسي أو كل الله مرك ولا لو حاول أركع دباته أو فر يعني أنا كنا يعني كان أظهره ملتري وملتري موت يسيبه مارث يا أو مي لا دقي هيو نقدوه يهنن أسكا سي السياسة دي لنا الشعب كي ما هذا يمركو ملتري كي ما هذا أسكو أكل مبدأ أكل مبدأ مركو حجعلن وحقو حقو حليل نك ملتري كا مركو مرة البحر جعلي هاي إنه أود أديك سدوا ده دل كان هم لينا أنا أود أود أديك سكت سنجرين جب هذا أخوك دولة محمد سعد برهد أودي أديك سمعتي مركو ولا لو ملتري سيدي سبا ومد هذا ستو سو ان السودان او معنقه هو ملتري سيدي سبا مرور بوجو مركا موسم جيحي وحان قواني دادك سومال لان لباتوكوها ياهو دالك لباتوكوها ياهو مامولكوه دي صدن نور سنة دسنيدو بربورينا دادك شعبك هذا ماشي كنون لباتوكوها يا مركا دا كله هو دسكد ريبيسا دادك دان ريهر جيسان عمر هوركوا لاس أنا عمره إذا أروي يوم جبت مرك كمان قبى أنا يا ملتين ملتين بوجو غير. أنت جرنا أول سوماليت كأنت جرنا أول سوماليت إلا مثل دم بي وكبر حماشة جوجين ما يوري تقال كوار عديستي مرك هير قاطبة أيضا محاوج بكو مرك إن مر بهدي نكار عديستي إنه نكاسو نرد نرد ديار ويا إني جرين يذكر سومالي ذكره. غير قاطبة مسك عده وح ديار يهين وح يود ديار جروبين كلي. مرحبا ايغا اسكو ديا غرويو او اسكا كيان مامكا موسوبيخي بي هدا كلي حبط ودعيسا اني كانا وا عديس عودكيسو اسونا وخو كادل سياسه او ميلتري وكو كادل مكو هادل سياسه او قوبو او دبلوماسيه كوما هادلن ان سوخ سو سو دوي كوما هادلن ددكنا وخا واي ما واخ سياسه قريما واي ميد قريما واي او ميلتري واي وا marka wax dhibaato waay wax laga nahay oo ku dhaqmay maane waxa lagu farxaa ma keenin diyaada maxmudu ma sataay guulaysi waana waxaana dareemayaa inay arintii si kala fogaanayso maana waxa soo dhawaashay meesha ka muuqato waxa la islaahay kulay waxba soo dhawaanay waxba calantu maartay ay sheegun kulay taa xalba dalanaa la islaahay doona jooga waxba la islaahay laakin qol xajabeerad wax leeyahay anuu rajab marna waxaanu ku marriyo in kaas nabad keenin doon marna ku marriyo la waa sax laakiin cod qayxan oo aad u martay ama martay looga naxo oo wallahi waan fariiray markaan dhigaysanay aad aan fariiray waxaan ka dhigaysanay idaacada aan ka dhigaysanay aad baan uga naxay markaa hadana waxa isku qanciyay nin walba military ah intoo doonaha ama afrikaan ama yurbo idor ho dhashay nin military ee umad hoggaamiye inuu mar walba saas u dhaqmo hadana barnaamij noocaas ay soo baxay markaa fiiriyo dan marka fiiriyo Soomaaliya marka fiiriyo meel walba inuu maartay ninka military-ga sidii uu maartay oo fog yahay oo Soomaartay meesho qabto oo si macan gaagnima oo murug umad ugu dhibaatay aadan u maasantiin ama sataay maxamed aadan maastaa walaal guul soo laysk masha Allah taradu oo be mashaato taradu waxay xustaa waxa ay tahay qofto aniga markii bar oo bilaabay dagaalkan waa sheegay waxay ra Muuse aqligiisa arkay iyo kooxda ku heeraaran dhici mayso in nabad laga helo muusana waxaan iri ku masaalay waxay tahay wiilki mask wiil ninki odaga ah curdkiisa mask xuray waxa ay inta curdka meedkiisa u jeeday macnaa u jeed qabrigiisa muus inta laas aan u jeedo abe suragal uu naqamayso inuu inta laas aan u jeedo ene suuro gal tahay inuu nabad u qaato muusaras waxa uu maleeyna marka habadan uu maanta jeediyay oo inuu san ka harig u cadeeyay bicilaamiyay saaxay ortu waxay dalan tahay dadka Soomaalidu waxay kaga talagaleen adduunyada waxa uu qofad meel ku xisaabta allaada aawa ninki rajaki qabay oo aawa meel uu ku xisaab u helaya muuse ninka uu yahay hadaad ogeyn maanta dugaanaysa waxay tahay muuse who is the muusa موسو وحواي نين دغا اوغا تاسع او اوغانيسا نيكي شكي قبي موسو انو نواد لغا كيني كرو او رجداس قبي اذا رجداسو ماشوا كبخل
نكي إسلام وحا ما دونا رجع ما نسا رجاز مش بكبر أوكي وعكر أنت هسا دراس سير على دك الصومالي دو دك نيد في عن ودك قلب في عن ودك ما رت إيشك وراك جعل أو حي جعل مسلحة وحنا ملان وح بدنا وح قلب يوضح وح كجرتي إن إن نبض الأورك نبض الكينيك لكن نبض كينيستي وح بشيء إن ما أنت دك الصومالي هل ما يسكو أفغانيسين أوه إن أنا موسى ربين نين نبض ربا أسود ديار غريسان وسرعين هبي رات إسأوسن ديار نوهين أوكي موسى ونشرت إن هذا نبض ربين وكا قادني وكا ينلي وحن كلنا أما نار تمية نبض مدي دها وما ستاي وحالا غربا دادك سومالي مرك اي سومالي مدى جعل اي من نمو سومالي جعل مالك ساجو انو مروب وحرمق الله قبي هبل يهير هبل ورهير هبل باش هنما تاقنا عاو هاد دي ويلك دولباهنتي اولي بقاد مودين اولو مراي دولباهنتي دا ادقالما والله يسو دولباهنتي ادقالمي حتى اسوق الدو اسلي دولباهنتا دخرينسا ديگان كيس صاحب محرينس دي مقع السومالي عالك السومالي اي دخرينسا waxaa la dagaalamaysa dulmi ay la dagaalamaysa ilaahay wuxuu naciyay waxay tahay ad dulmi dulmigu naciyay ilaahay wuxuu naciyay dulu giraad ilaahay qofta waa gaalooday uma nacba ilaahay maartay ku kufurtay caasi waalidiin way maartay isha ninki taabada ku kaadiyay way waxa san dulu giraad waxa way waxa waxa san waxa ka weyn ilaahay uu ka naciyay qof dadu diray dad la lahayn ad dulmi dulmigu ka naciyay maxaa waa dulmigu waa ka abuura finnada finnadaas oo abaa umadnan baabis marka waxaan leenahay ninkii maanta dulmiga diidan ha garab ha soo siiyo reer qaato halow salaam aleykum brother walaykum salaam magacaad yeelkay joogto iga raallaho marku amri life inaad ku jirtid ha si gaar irito biha ayoo maasantahay dhimaa ka soco marka caawa waxa way tan waxay taagantaa muuse wuxuu ma tacadeey dadka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaali laga baadi u baahan war dhak ninka ma taa soo sidii fijiriri illa hal illa qofna ga saart wa wadeena ii was sheekada waxad keeshaa leedahay muuse garashaad baan leedahay ciidid ku qoosatay dhanki ka horay taariikh wax ka barataa fiican ciidid inta ku dul inta ku dul hubka tirada badan ee uu watay ma xusuusataa ayaan daray kugu tahay aad oo waxma inaad muusil taarad wax ka barweyd halo salaam aleykum aleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sayga aan maleena uk sayga kusoo dhow markii horeysa soomaali wadana tv habeen wanaagsan axmedow barakallahu fiik allah ku barakeeyo iyo dadka soomaaliyeed ee barnaamijka kula taadihiin ay wa dhageysanayni waa dhageystay khutbadii uu muuse bixiyay galab maanta jeediyay muuse waligiiba wuxuu ahaa nin dadka Soomaaliyeed gumaada waxa uu yaqaanana waa xabad waxaan rajaynayaa insha Allah shacabka Soomaaliyeed in ay aayadan Qur'aanka ay raacaan Ilaahay wuxuu yiri suurtina fatax bay ku jirtaa wa in taa'ifatani min almu'minina iqtataru faaslihu bayna akhwaykum hadii laba taa'ifo oo mu'miniina ay diriraan Ilaahay wuxuu yiri dhaxdooda nabadgelyadiga hadii فإن بغد إحداهما حتي من لك كبر لتي ماذا فقاتل التي حتى تفي إلى أمر الله لدك علما أنت واجب كتاي أمد الصوماليات مسبح أسغو نول إن لسوقت وهيك لكي وعلك كنت إن شاء الله بكوز نكا جهنمنا ميقا هدو إله الرميسين وحاكو مهبه موسى إنك عالغو سوقته وهلك لكي وعلك كورال shaabka oo qoyin waxa leeyahay walaalayaal ilaahay ka baqo ninka u dagaalamay ninki u dagaalamay oo ogow ilaahay uu ku cadaabi doono because the valid but qabiyaladna meesha ma taalo mad muslimiina lagu soo duulay oo la barakiciyay oo la baabiyay ma ogolin man yeelina meesha Soomaalad waqtiga rabta qaado aniga aan kula hadlayo warqad baan caawa diyaarinaya markaan guriga tagaa nafta waxa برينا برايم منستر كودن كيو كي بي اما مالين اما استر بريبه اي ميس كيس اي غاري دون تا ان شاء الله انا كادي دونا دباتده بلشيدا لوغو حيو اي هلكا دمركا اي حروفتا لوغو غوماده ديس وا كان وا ان لا جوجيو وا ان لا جوجيو حسن شيخ فرين بارو انا حسن شيخ الهي هو كو داوانيا
وحانات كآمسان تهي إلهي ما لنبو كويتين مركي لبن كالغور ديغو وقتي قاقو نمدوا نوكا دو لحذن يسدح جير او دافو وقتي يسوها ويسكدوية الدوية النبي محمد بقى صلى الله عليه وسلم جوه الوانتحي فرينتاس أنصو نظونا وقوضو مرسلنا بل سي وحان ربا سيغا غبت دي سي محا كاقا بحي ما غوص ما كاقا بحي محا كاقا بحي رجا كاقا بحي ما إنو قوص طيبا كومو غطا absolutely inta aad sheegto dad waa sax muusa dagaalka waa ku jabay uu ku baabay dhibaatada meesha maanta taagan dhalinyaro masaakiina ayuu meesha ku baabiyay hadda goojacad waxa loo baxshay qabraxate dhibaatada meesha ka socotay bulshadu ma daawadaan laakiin anagu waa aragnaa waxa meesha ka socda muusa dagaalkan waa ku jabay dadkiina waxba kama maqlaayo waxaan si aad u riyaabaray bulshada reer waqooyiga iska daawanaysa ninkan dadka laynaya wallahi aniga aad iyo aad baan uga xumaan that's when doonaya dawladda ingiriiska halka aan dhaa u furo haduu sunag wax ka qaban waayo ninkan hadda ku sheega waa prime minister ka waddanka UK ballan way inaan loo voodin nimanka leeyo conservative adduunku waxa weeye caawi aan ku caawiye nimankanu xukun bay rabaan ingiriisku ee conservative ka liirado haddii doonayaan hadii arintaa ka qabtaan inta waa u foodina hadii ay wax ka qabo waa loo u foodito safarada wadanka degan waa la ogsoon yahay qudbadii saacaw miiska saarantay iyadoo macneysan iyadoo cad inuu ninkaanu intii dhameey isku dhameey waa dhameystiraan nin hadduu ka dambeeyay inaan la joojirin marba hadii saas tahay soo qus yasiga kalama taagana arintaasuna soo ma keenayso lafteedu in dagaalku uu laba kacleeyo dadka Soomaaliyeedna intii maanta lahayd bal aan suuna xogaa aan ka joogo gacanta dadka ka hayay uu lahaa bal ah loo joojiyo in dhirinaan ka qaaday dooran maxaa waa tan waa dulmi cad oo la banaystay in dadka Soomaalida Soomaalida isku baabiyo maxaa waa wiilka Hargeys ka soo duulay la qalday ee wiilka ku imaarta la saana jooga labaduba waa lagu wiil wada dhasho walaala sax sax waa ruta laakiin Muuse nin ila fiir waxa la yiri wanku ila goor xukuma fiiri Muuse ila uu malakamood ka arkay ma joogsanay Muuse waa meesha ku dhiman lahaa arinta tan Muuse arinta dagaalkii ku dhiman la way sababtoo oo ah hadda dagaalku kaliya ma ah xabada dagaalku wuxuu noqday qalinka iyo in la lahaddo nimankan ingiriiska inta aan naqaano oo insha Allah MP-yada oo dhan baan wada gaarsiin doonaa agu yaraan 15 MP waan qaadnaa waxaan rabaa nimanka inaan doon baarlamaanka ingiriiska halkii arintan laga doodo hadii laga doodo way debeb demokraasiga iyo arinta shacabka qaadista oo cadeystay dhaawac kale gaarsiin karta maxay tahay ila anataan oo wasa oo barnaanka soo dhigay oo markii hore lahaa nabad baan doonaynaa ay lahayd ilaa markuu warka hadda waa qeexayo de wuxuu yiri dagaal baan u diyaarnaa aan si wadeena yani absolutely waa ninku talagalay inuu maxaasta meesha joogto dumarka caruurta inuu laayo ninkan 23 sano uu ku urursanayay dadkii saaqabuu laayay dadkii godobirsigii buu laayay dadkii dhulbaxantaha buu laayay warsangeli buu laayay ninkan qolo uu u dhaxay ma jiro ninkan waa war criminal waxaan ku dambayn doonaa meesha heeg leeyahay laas aanay kala qarax waa saaray si fiican u fahmay laakiin hadda caawa ma la dhigi karaa waa markii ugu horeysay oo si fiican ugu hiiliyay reer laas aanu marba hadduuba yiri aniga dagaal ma wax kale iga suugina soo u hiilay malabtiisa si kala daa u macneeyo absolutely ahmed oo aqad waxaanay muuse waxa uu hiiliyay bulshada halka joogta naftayna agdhigi doonaan waxaan faraya dhalinyarada meesha joogta warrimay oo dagaalka gala oo Ilaahay ka baqa oo ka baqanina muuse waa cadays waa dadkan laynayaa aniga taar waxa kumay wallahi barnaamijkan si wadno aad u jeclaa laakiin waa kumay waqtiga ugu dhamaaday aad iyo aad ka macna asaga guuleysa saaxib sidoo kale aad iyo aad baan ku salaamaxay jazakallah.